انا كمجرة العادة بيبقى في عندنا اسئلة من اهالينا واخواتنا المواطنين، وايضا اذا كنت انا بنوه اللي كنت قبل ما نبدأ على طول الفقرة اللي اتكلمنا عليه في الاسبوع اللي فات، وثيقة نجران كوثيقة للتعايش والمحبة والاخاء والسلام ما بين البشر وبعضهم البعض. عايزين نشوف الاسئلة بتاعت المواطنين ايه وبعدين نرجع. على بركة الله. عاوزين يدلنا المعاملات الإسلامية اللي احنا محتاجينها جدا جدا في سلوكياتنا وتصرفاتنا وفي أعمالنا عشان نقدر ننهض بأمتنا كلها إن شاء الله. اهتمام المرأة العاملة بشغلها أكتر من بيتها، هل ده بيبقى فيه إثم ولا لا؟ وانا حقي اعمل ايه مع زوجتي لو هي بتهمل في بيتها وبتركز في شغلها؟ ايه هي افضل الحلول لتقليل نسبه البطاله في المجتمع؟ يعني الشباب يعمل ايه علشان راي الدين ايه في البطاله؟ والشباب يقدر يعمل ايه علشان يقلل من نسبه البطاله؟ نزلت الوصيه الواجبه او صدرت الوصيه الواجبه سنه 43 في حق الابن والبنت اللي هم اولاد الميت. لماذا لا تعمم الوصية الواجبة في جميع الأموات؟ إشمعنى نزلت في الابن والبنت؟